لدي ابن يبلغ من العمر 10 سنوات قام بالطواف ثم ذهب للشقة إلى الشقة ولبس ثيابه ولم يقم بالسعي، وبعد صلاة العصر أخبرناه بلبس الإحرام لقصد السعي ثم سعى، هل هناك شيء على ابني أم لا؟ ما دام أنكم نبهتوه وعاد ملابس الإحرام عليه وذهب وأتى بالسعي وقصر أكمل العمرة ليس عليه شيء، وما فعله خطأ يعذر به لأنه صغير ولا يدري. فما دام نبهتوه وأعاد ملابس الإحرام كما كانت وكمل عمرته فلا بأس. نعم.